بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين بارك الله في, في مقاصدنا وفي مقاصدكم <applause> ثم إنه لا شك في لزوم إسكان المتحركين في لزوم إسكان أول الأيام قبل اول المتحركين مم. في لزوم اسكان اول المتحركين المتماثلين للادغام شك دوي داني كجرك دبي ادغام بكيد ابي اولا ساكن كي ساشنكي. معلومه ببي ساكن كدن ادغام ناكري لازم اسكان وساكن كدني اولي او دو متحركاني كمثلي يكترين بخات خاطر إدغامي. جاا ساكن بكريه شلون ساكن دكري ا آه حركتك اللي حسب الدكريه انتقال ددري ساكن كنك بدوش يوازي وتنقل او تفصيلي ساكن كنك وتنقل حركته عند اسكانه الى ما قبله ان كان قبله ساكن ساكنن غير لين نقل حركتك الدكري اوا يعني ساكن دكري نقل حركته كي ذكر عند إسكانه إسكان أول سا متماسلا كان ولا ما قبل كي أجر ما قبل كي سا... غير حرف لين بيا نحو يردو وأصله يردودو كما مرة صك يردودو متحرك ذلك كسا... كي ساكن ذكي نقل حركة ذلك كي ولا رأك أو جار ذلك ساكن دبي وذلك جابو دبي ساكن بكري أول متماثلين لان اسكان المثل الاول كالدال الاولى من المثالي نابوت نقلو ديك بو نقل حركات دكي بو حسبي ناكي وذلك ام نقل كرنل بر اويا ذلك بو نقل كرنل زيت ونقل حركة لان اسكان المثل الاول كالدال الاولى من المثالي تاكا بالحذف بدون النقل إلى الساكن قبله يؤدي إلى التقاء الساكنين على غير حده بويا نقل حركة ساكن كرني مثل أول وكدال دالي أول دو مثال دا ساكن كرنا بحس بحذف حركة بدو بدون نقل حركة إلى الساكن قبل خوي. منتهي دبيب التقاء الساكنين لسر غير حد مجازي خوي لبروي يخاف ساكنن جائزه بو وتحزف وتحذف اتوسط تنقل وتنقل وتحذف حركته من غير نقل ان كان قبله متحركا او متحرك لبيس واهبه او ان كان قبله ساكن ان كان قبله متحرك فرقيه يد قال او ان كان ما قبله ما قبله با ساكنن ده بخبر بو كاني أو إن كان قبله إن كان قبله ساكن يعني إن كان ساكن يعني إن وجد ساكن قبله أو إن وجد متحرك قبله وتحذف حركة مثل أول ببين نقل أجر في شكي متحرك به بي أجر في متحرك به نحو مد وأصله مدد شو كيف متحركة كميمة كيا ساكن كنا كيبا كان حسب حركة كيدا كي وأصله مددك نصره جابو أو تحزف ببين قل لعدم تأدية الحسب إلى التقاء ساكنين چونك حزب كني حركة سرناشي شتسر التقاء الساكنين منتهي بالتقاء الساكنين وكذا إن كان قبله ساكن لين هروايا ساكن كنكيب في حركة أقل ساچيني شي لا بيشا وهبي بلام لين بيا حرفي لين بي وكو نحو ما دين في اسم الفاعل واصله ما في شكي ساچيني ولي لينا لويش دا هر دكي هر سن التقاء ساچينين پیدا دبي بويا اگر قبله ساجيني لينش بها هر حسب حركتي دكي لاغتفار التقاء الساكن التقاء اللين الساكن والمدغمي شو كمغتفرة التقاء حرف لين ساكن ده حرف مدغم كبعد خويتي لكونه على حد تن او التقاء ساكنين يعني على حد مجازي خويتي تمام ملا. وسكون الوقف كالحركة وسكون الوقف العارض لسان العارض لسان المثلين المتحركين كالحركة وسكون الوقف العارض لسان المتحركين كالحركة سكوني وقفة أو سكونك عارض بوساني أو دو مثل حرف مثل أنا سكوني عارض بو دو ومكي. لم دو متحرك إنه مثلي يكترن أو سكون عارضي وكو حركة دوايا حكم حركتي هي لعروضه شن عاريز كوابوك حركة حساب بكرية با وجود أم ساكنش إدغامك سورة أدرية فيدغم معه من غير مبالات بالتقاء الساكنين كما يدغم حال تحركه في الوصل يدغم معه يعني إدغام سورة أدرية نجد يدغموا فاعل كي بوش نائب فاعل كي هربوا يعني يفعل الادغام ادغام صورة ادريه معه لقل ام سكون عارزيشا ببي مبالات كردن بالتقاء ساكنين يجوب ديت التقاء ساكنين او اشهر مغتفره يشغل لموارد اختفار التقاء ساكنين سكوني حالي وقفه ادغام صورة ادريه كما يدغم حالة تحرشه في الوصل هروكو إدغام صورة ددريه ده حالي تحرشي اه ثانية كي ده وقت يوصل ده يعني وقت يجي وقف ده دا جورا ده نبي فيقال ما سد ده ده وصل ده ده وقف وصل ده شد سد ده حالتي يوقف ده وكو أود مثالنا مثلا بإدغام و شد حالي وقف ده كلمة مد سد وياد وصل دا مد وسد ثم ان المراد من الكلمه الواحده التي اعتبر في وجوب الادغام كون المثلين المتحركين فيها ما هي كلمه واحده حقيقه دون ما هي بمنزلتها او جار بابيت برام مراد لكلمه واحده كالبراء وثمان سمنتك كلمة واحده وكتوا عند تحركهما في كلمة واحدة منظور لو كلمة واحدة كلمة واحدة حقيقي منظورة نجا حكم كلمة واحدة هي وكل ما إلي متصل فلان أمانة مراد لكلمة واحدة كاعتبار اعتبار كراو نظر بوجوب إدغام تيا اعتباري أمكرا كمثلين متحركين بن اخ شت ادغام کلو متا دو حرف کان دې کلمه یابل منظور به کلمه واحده کا كا... اعتبار کرا و بو وجوب ادغام اعتباری امکر او کمسلین متحركه ک متحرکین کان د ویابن ما هي کلمتوں واحده تن حقیقتا مراد لو کلمه واحده کلمه ک كا... ک واحده حقیقي بن او بمنزله کلمه حقیقي وای ونحو مكنني ويمكنني ومناسككم وما سلككم تاكا من باب كلمتين نحو مكنني يمكنني على صيغة ماضي التفعيل ومضارعه مكن ماضي وأبيدي مضارع ومناسككم القرآن دا, دا وما سلككم نحو مناسككم نحوی ماسەلەکە کومی کە دوو سلی تێدایە بەڵام دەیە کەلیمەی حەقیقی داین نە دوو سلانە دەیە کەلیمەی حکومیدان واتە بە حیسااب ئەو لەەمیرەکە جزوی کەلییمەکەی زار دەکرێت لەبەر ئی سالالێ. چاکەمەکەننی شەرواایەچەیان نوی وقاایەیە ئچیان نوونی فعلەکەیە ئەویش هەروووکوڵە میری وایە حپمی کەلیمەی و واحدیددا هەیە لەگەڵ کەلییمەکەی پێش خۆی. نحو امانه كما في قوله تعالى فاذا قضيتم مناسككم وقوله تعالى وما سلككم في سقر ونحو جباههم ووجوههم الى غير ذلك مما ليس فيه المثل الثاني جزءا حقيقه من الكلمه التي فيها الاول بل هو اما كلمه براسها كنون الوقايه واما جزء من كلمة أخرى كالكاف والهاء من اللميرين لكنه ينزل منزلة الجزء منزلة الجزء من التي فيها الأول تكف ليس مثل مثل ذلك كلمة واحدة حقيقة بل هو من باب كلمتين أوانه نحوي نحو لو تعابيراني لو كلماتانيك ليس فيه المثل الثاني دەم کەلیماتانەدا مثلی دووەم جزئ حقیقی نیە لەکەیمەکەیوا سلەکەی ئەووەڵیتیایە بەڵکو. چاکە مثلی دووەم یاکەیمەیەکی مستەقل لە وەکوونی وقاایە یا جز ئا لە کللمەیەکی دیکە وەکو کافی کومی و های هومی و چاکە جزئی کلیمەیەکی تر ەوەکو کافوها لەو دووڵە میرانەی و باسکرا، جیباوه همم ئەوش بالاە. جیبا هو هوم غەڵد نووسراوە هەیەکی کەم نووسراوە. جیبا هەکە دە کەیمەی ئەوە لەدایە ئەوی دیکەش بەش ێکەکە لە ڵەمیری هومی، جز ئە لە کەلیمەیەکی دیکە لاچ نەهوی نەزەل و منزیلتەل جز ئیمینەنلەتی قبل لەها چاکە لەو کەلیماتانەی کە میسلی دووەم جز ئی حەقیقی نیە بەڵام نازڵەوە و منزڵی جززە دەکرێت لە کەلیمەی پێشێ لەو کەلیمەی کە میسلی ئەوەڵی تێدایە، تاكا اوانا ليس مثل ذلك كلمة واحدة مثل ما ذكر يا كلمة واحدة حقيقين بلكو لباب لنوع كلمتين فمن ثم كان حكمه جواز الادغام كما في المتحركتين في كلمتين دون الوجوب ولبر اود كلمة لباب كلمتين تاكا حكمي او ماي تاكا حكمي او ما او كلمه او دو مثل حكمك جوازي الغام مثلين كان دو متحرشي كدو كلمه حقيقي دابل حكمك جواز نجوجو تمام ملا. فلا ينتقض به قاعده الوجوب المشروط بالوحده الحقيقيه للكلمه كواتا هل ناوشيت بما زوشير

ولم يأتي ولم يد يأتي الإدغام في نحو ذلك إلا عن أبي عمرو جائزة قانونا بل قرآن دا لم يأتي أو إدغاما شاك في نحو ما زوجير إلا لأبو عمرو نبي شاك في أوان في فإذا قضيتم مناسككم خندويته فإذا قضيتم مناسككم شاك يا وما سلككم في سقر نقد جباههم هم يدل سختة إدغام اللي يودا نكردو قاعدة كجوازة وجوبنيا ولا قرآن إشلا تاك اللي ويواجبنيا ده حد جواز دا ايه أو جواز ده دوش دو أبو عمر عملي بيكردو لم يأتي الإدغام في نحو ذلك إلا عن أبي عمري دا فإذا قضيتم مناسككم من ثري بقرة وما سلككم في سقر ثري مدثر شاكا وأظهر فيما سواهما دما سواي أو دو كلمة دا أبو عمري شري إظهاري كردو إدغامي كردو مثلا دا هوميدا دوجوهو دا هوميدا أيش اللي بروي هي سختة بإدغام الخراتر دبي شاكا فهذا هو الكلام في القسم الواجب من أقسام إدغام المتماثلين تا إستا أو ووتمان او بحث لاباري قسم واجب لادغامي متماسين قسم واجب يهبو قسمي جائز يهبو قسمي ممتنع يهبو دفجدفتي ثلاثه اقسام واجب وجائز وممتنع تائرة او بحث واجب كيبو كتوابو تاكا واجب لاقسام ادغامي متماسين او جرديت ممتنع كي وهو ممتنع في الهمزه بأن يكون المثلان همزتين نحو لم يقرأ أبوك وامتناعه فيها إنما هو على الأكثر ويجوز على الأقل كما حكيناه دبيج دا ممتنع دا همزي دا واتا أقر مثلين كان همزبن وكو لم يقرأ أبوك ونيا دا دو كلمان دانو وهمزشن وامتناع كشي دا همزي على على قول اكثر اما يجوز على الاقل وكل بيشانا وثمان وتمان بيشا وفي الالف ممتنع في الهمزه وفي الالف ده ألف ده ممتنعة شاكا بلا شنكا غير غامب كده بحركتي بدي حركتي الف حركه نافذه والتعرض لهاتين مع استثنائهما من قبل لأن الاستثناء كان من الوجوب وهو يعم الامتناع والجواز فيه هنا على أن الواقع هو الامتناع كذا قيل دل باسي استثناء باسي أمدوانا باسي امتناع لهم زول ألفا همزة على الأكثر ألف مطلقة تعرض بو ام جُدِيَوَيْ لما قبل استثناء كراون لبرا استثناء ألفو همزة كل هذا فيش دا كتب معنا همزه نبنو الف نبيو ونيا بل <applause> الا في الهمزتين والا بلا والا في الالف او ما كتبوا ونيا بل دەڵە با و وجودی ئەوەی ئیسنا کراون من قبل و پێش و لغام لەوانەدا ممتنیع باس دووبارە باسکردنییان لەبەر ئەوەتونون و ئیسیسایی وان لەوێ کراوە ئیسیسناایی لە وجوبێ دەڵی واجبە ئیلا دەمانەدا نەبێ چاکە ئیسیسنا لە وجوبێ عاممە بوو چاکە لە وجوبێ مستەسناابێ عاممەبوو و دوو حڵەتی تر کە ئیمتینا ئایا جوااز. أي تونا قلت دو دو حالات أمينيته دي مشخص بكرة جالم دو حالتان كامية آ جزء يا جوزي جائزة كي بنا تعرض بو أمانة ليرش لازمة كوا معلوم بو نخ جزء كن هادو كان ألف مطلقة أو ديكز عند الأكثر بلى على أن الواقع هو الامتناع شاكا أه دلاء استثناء كل وجوبية استثناء لوجوب عام بو امتناع جواز فيه ها هنا امتناع جواز فيه دا ادغام دا دير دا فيه هيك كبو ادغام جتو اوش فيه هي كلمة كي نعم <applause> وصلت استثناء لوجوب يبو استثناء لوجوبيه عامه بوامتناع وجوازه ده نسجد مجهول ولير تنبيه بكار سره وي كه او واقعا نفس الامر كامتناعك كا كا؟ كذا قيل اوان بو توجيه قردوا ككه بو يبو وجودي استثناء لفيشه ليرشده باسيلي وكرا وكذلك هو ممتنع عند مثلين الثاني لغير الوقف ادغام دوبارا ممتنع ادغام مثلين متحر إي إي مثلين مثلين اگر ثانيه لغير وقف ساكن لوقف حكم حركيه إدغام يعني. ادغامك صوره ادريه بلام ثانيه لغير ساكن وكو ظليلتو وكو رسول الحسني ظليلتو ونيا ساكني دوم س... مثل ثاني ساكني لغير الوقفة رسول الحسن شرواي لا مدوم ساكني لغير الوقفة ممتنع إدغام تيدا إذ مع الإدغام يلزم التحريك ما يلزم سكونه إيه مثل ما قبل اللامير في ظللت ولا التعريف تاكا في الحسن ونيا دلت شنكا إدغام بكي إدغام لازم التحريك ساني كيف كي أي معلومة إدغام ببي تحريج ثاني نابي أذا قرأوا بساجين به لازم تحريج ثاني لازم تحريج ثانية كي كالس سكونة كي لازم نكريس تحريج بكري سكوني كي لازمي هي وكو سكوني وقفينيا مع الإدغام لازم تحريج شيء كي كسكونة كي لازم وكو ما قبل الله إلا ولا بد بساجين به ما قبل الله ميري دا ظليل وكو خدي لامي تعريف كده بس عشان يسون والله كيل سكونة. بلى. وبكر بن وائل يدغمون في نحو ظللت على ما حكى عنهم الخليل. بكر بن وائل قبيلة بكر إدغام ده ظللت إلى دكان. ساكا ظلت وائل دي تيجي بيتة تيجي إدغام لذي ظللتُ إرغام كان تحريجي يساني إيه كي لكنوا تاكا زام أنا تحريجي كنوبه بفتحة بتظلتو هروكو خليل لي نقل كردون وهي لغة ضعيفة هيا لن يبكر ابن وائل داو بلام لغتيش شو ضعيفة تاكا وكلير الأولاد إيما لغتي ساين قلايان بلا لغتيش كردية ولي ضعيفة <applause> دلیان لو براس تقصی وقيل كأنهم قدروا الإدغام قبل دخول الضمير فأبقوا اللفظ على حاله بعد دخوله قيل كبوي توجيه وويدتي وويدة أوان إدغاميان قبل دخول ضمير كردوا ظليان إدغام كردوا أو ادغامان دستينا داوة. تا طيب. كفرزي ان كدو ادغام قبل دخول الضمير وأوان اوان حساب كدو لفظ كان لسر حال خوي هشتو تو دخول الضمير ظل ظلت او نك تحريك ان وتميم تدغم بكر بن وائل يدغمون اذا تواني بالضمير جمعي والله يرشد ابك تميمن تدغم وتاني بمفردي مؤنث يشبرت كقبيله وَبَمُؤَنَّسِ مفرد حسابك ا بجمع مذكر حسابك <applause> وتميم تدغم ما كان سكون المثل الثاني فيه بالجزم لعدم الاعتداد به لعروضه كالوقف تميم ادغامي مثل الدوامي شِدَكَن ادغام كلمه جي كان كسكوني مثل ثانية كي وكلمة كلمه دا, دا عامل جزم به سكون كي بجزم به جزم ناشي لعامل يا جزمي اصلي وجزمي فعلي امر تاكا سكون كي بجزم به چونك اعتدادي فينا كان بسكون جزم لبروي عارض وقف وك وقف سكونة كي بحكم حركته ابو او اجدل عارض حكم حركتها يا رد فعلي امر شاك نحو رد بصيغة الأمر كما ورد في قوله فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا فلا كعبا بلغت ولا كلابا ضرف غل الطرف تشاو داخا تشاو داخا أتولى لقبيلي نميري قبيلة نمير قبيلة شو ضعيف وهي شو ندى كعبي ندى كلابي يعني تعرف كذا زور لسرنيا بنابرين سر سر هالما هنا شاو داخا الله وانجت تذكر وا ادغامي اغلالة إغلالة شون اغلالا ادغامك تذكر دوبه ادغامك كحركة الداوشية بلا نقل بلا إغلال حركة لا هذا كذب نقل كردوى أو دوامش المتحرك كردوا احتياجي بهمزة زواصل كي نما تمام وحذفت همزة الوصل للاستغناء عنها حسب همزة وصل كي شنو وحكى الكسائي عن عبد القيس إثباتها مع الإدغام نحو إغضة تاكا كسائي لعبد قيس نقل كدور عبد قيس قبيلة يا أويش إثباتي همزي مع وجود إدغام مع الإدغام وكو إغضة ولم يردش أويش بصيغة المضارع وكو أوانا نحو ذلك من المجزوم يردو نحو يردو لوانيك مجزوم جا مجزوم تبا حرف جازم تبا أصالت تبا خدي صيغة والأصل أردد دي بيش شداو ولم يردد داويدو دو ومدافا أدغمت الدال بعد نقل ضمتها إلى الراء كما مر فرقوا بينه وبين العارض في نحو ظللت يا ظللت فرغناك بأن الضمير الذي يلزم معه السكون كالجزء بخلاف الجازم فرق ياخس ينخستوه... تاكا كدير دا إدغاميناك كانو أونيناي تاكا فرق ياخس بين بيني بيني جزمة شيكا بيني جزمة شيكا با أوني فرق ياخس بين بيني جزمة شيكا بيني سكوني شيكا با بجزمو... سکونی عریز زەلیل توویدا دەوێتدا نکروەلی دیێردا کردیانە فرقان بۆ سکتانە ئەوڵە میری کا جەزم سکوون دەگەڵویدا لازممە کەلجوز ئا کلیم مەکەی ئەما جازییم کەلجوز نییە یعنی دەوێتدا سکون بەش ئچی کەلجوز پدا بووە. چاکە سکون بە شتێکی کەلجوز پدا بۆ بۆیە دغامەکە ناکوێ. وەگەە هەر بۆ خۆی ساکین بێ بەڵام دیێرەدا سکون. بعامل جازم فيدا كالجزء نيه والحجازيون يفكون الادغام في نحو ذلك فيقولون اردد ولم يردد اما حجازي فتش ادغام ده نحو ردوا لم يرد داود لم يردد نظرا الى لزوم السكون للامر الى نظرا الى لزوم السكون للامر من حيث الصيغه وللملزوم بالجازم ما دام معه الجازم الذي ربما جرى مجرى الجزئي ملاحظة أوان كدوكا سكونك سكوني أمركي لزومي من حيث الصيغة يعني لزومي بشيء شيء آخر نبا ونيا يفعل أمر لزومكي من حيث الصيغة تاك أوان ملاحظة أوان كدوه إي مجزومي لزومي سكون لبر بۆ ئەمرێ لزوم میشک کوون بۆ ملاری مەزومیش بەوەسییلەی جازیمە مادامە مەهول جازییم و بەوەسییلەی جازیمی مادام جازیمەکەی دەگەڵ بێ بە وسییلەی جازیمەکەی ساچین دەبێ چاکە جازیمێکی کا زۆر جاران مەجرای جزئی هەیە زۆر جاران مەجرای جز ئ هێمانەی وب بەماجرا مەجررا جزئ حکومی جزئی پیدا کردویاننیچی ولكن لما كبتني معناه انا لا ببير فعل مضارع كي لا الجزء اي لم هذا شفتر فعل مضارع وببير فعل مضارع معناه ايش بويض ربما جرى مزغل جزئي وعلى لغتهم ورد قوله تعالى واغضض من صوتك لس لغتي حجازيا نازل بو. وقرأ قرئ به قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه دا بعض قراءة جلابة فشي إدغاماته يوم ومن يرتد واستمعت العرب على وجوب الفك في أفعل بكسر العين مجزوما في صيغة التعجب أو كفعل أمرنيا يعني عرب اتفاق أن هي وجوب فتش إدغام ده أفعلي مجزوم ده صيغة تعجب ده للمحافظة على تلك الصيغة بوي إدغام صيغة كي تيغندا صيغة بقايا كي مطلوبة أسر وزني أفعلي بمينة تاكا سواء اتصلت بالياء نحو أشدد ببيال وجه المتقين أم لا سواء بيد قلبي وكو تعديي وكو أشدد ببيال وجه المتقين شنت شنت سبيا وجهي متقيان يا النبي كما في قول العباس ابن مرداس وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن يكون المقدمة في غنبري مسلمان وتي برونا أما فرب مع خوشك خوي مقدم بيشي بي أما نخات بيشه وبكشت <applause> مع وايا معنى <يتوني. تصفيق> هو كفره وقال النبي المسلمين إدباء إدباء. إدباء. بالباء اه بو من كتب بالياء اه, أه. ياء بغلط اتصل بالباء وكو اشتد بي, بي بيال بكبي دقلا بي يا بي قالنا بي احبب الينا ان يكون بي كي يعني احبب الينا بان يكون المقدمه ان يكون هو المقدمه يعني فاعل كيبو نبي المسلمين اللي اسمك المقدمة مفعوليتي خبريتي وإذا اتصل ثاني المثلين بواو الجمع نحو ردوا أو ياء المخ... ردو أو ياء المخاطبة نحو ردي أو نون تأكيد نحو ردنّ أدغم الحجازيون وغيرهم من العرب على ما قالوا معللين بأن الفعل حينئذ مبني على هذه العلامات وليس تحريكه عارضا اگر متصل بثاني مثلين بواوي جمع تاكا وكو, اه وكو اه ردو يا بي مخاطبت وكو ردي يا بنون وَكُ وكو ردنا حجازي وغير حجازي لعربان اتغاميان كردو بفتش اتغاميان نحن تو على ما قالو وكو اه نحاضران وتعليل تَعْلِيلِ شان بوي كردوكا فعلكا وختي مبني لسر او على ما تانا عارزينيا تاكا مبني لسر او علامة تانو وتحريكك كتحريك تحريكك عارزين نبو اعتباري بيدكريو ادغامك دكري حقي ادغام الدنيا بخلاف التحريك العارزي اواف او حركتيك بوانة بيدا بوها تاكا فرخي هي اذا الحركة عارزي تاكا لملاقات الساكن بخلاف التحريك العارزي لملاقات الساكن بخلاف تحريككي كعاريز دبي تحريكك لبر اوي تحريكك عاريز دبي كملاقاتي دقل ساجيني كدوا وكو اردودي القومة اردودي القومة دوش دا تحريك هي ولي تحريكك عاريزي ولبر ملاقاتي صح. ساجين فايدا بو فإن الحجازيون يفكون معه شاك غير حجازي يعني اختلاف تداها هيا كذا خواه اواني دي كيد رد القومة القومة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين ورحمة الله علينا وعليكم الله.